أهلا بكم. ماذا تريد أمريكا؟ تهديدات مستمرة للأمن في العراق، تارة عبر ورقة داعش وأخرى بورقة قسد، وكلاهما اختصار للهيمنة غير الشرعية على المنطقة. إطلاق غير مشروط لأكثر من 1200 سجين في معتقلات غاصت بالجرائم، تدابير على الحدود ومثلها في سنجار، جرائم مختلفة وجنسيات متعددة، لا ضابط لتحركاتهم ولا ضمان لأفعالهم. فهل ستكفي إجراءات الحيطة والحذر لدفع الضرر؟ أم أنها ستخترق بحسب ادعاء السلطات الباكستانية بعد مزاعم اختفاء أكثر من 50,000 من رعاياها في العراق؟ تصريحات إن صدقت فهي كارثة، وإن كذبت فالكارثة أكبر. وهل ستكشف نتائج التحقيق أم أنها ستطوى تحت سلطة النفوذ ويترك الحبل على الغارب كما يحصل في الأسواق والشوارع ولا رقابة على العمالة غير الشرعية؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون عن الوضع الأمني في الحدود العراقية السورية بعد إصدار قوات قسد عفو بحق ما يقارب 1200 شخص. راح يكون حديثنا بهذا الملف مع الخبير الأمني الأستاذ صفاء الأعسن. مرحبا بحضرتك. حياكم الله أستاذ محمد. أهلا بجنابك. وعبر سكايب من سوريا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد نادر العمري. أستاذ محمد مرحبا بحضرتك. كل التحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين والعاملين في قناة الأيام الفضائية. أهلا بجنابك. أستاذ صفاء أبدأ مع حضرتك، أنه قسد تطلق سراح أكثر من 1200 شخص، شلون نشوف خطورة الموضوع؟ تسلل هؤلاء وين راح يكون؟ أيضا الجانب العراقي ربما عليه أن يأخذ بعض التدابير اللازمة لمنع خطر هؤلاء إذا تسللوا للعراق، فهذه مشكلة كبيرة. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أستاذ محمد وعلى قناتكم وضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. يعني حقيقة هذا ما كنا نتخوف منه بصراحة. احنا يمكن أنا وحضرتك من هالمنبر تحدثنا بهذا الموضوع إلى أنه نحن نتخوف من المعسكرات المتواجدة، الست معسكرات المتواجدة على الحدود العراقية السورية اللي هي بأيدي قوات سوريا الديمقراطية. نعم. قسد، و هناك تلميحات أمريكية كانت إلى أنه داعش موجود لغاية الآن وداعش لم ينتهي من العراق واحتمال عودة داعش إلى المربع الأول، وهذه التلميحات يعني على مستويات عالية من القادة الأمريكان، وهذا ما حدث. يعني احنا كنا متوقعين إلى أنه أي هروب أو أي فتح منفذ اللي هي خاصة بمعسكرات قوات سوريا الديمقراطية راح يكون تأثيره على العراق كبير. احنا نتكلم على حدود ما بيننا وبين سوريا، وزايدة المعسكرات هي لا تبعد اكثر من كيلومتر الى كيلومتر ونصف عن الحدود العراقيه، زايدة المعسكر الهول. احنا معسكر الهول خايفين منه. انت تجي تطلع لي تصدر لي امر عفو على دواعش، واني اضمن لك الى انه نسبه كبيره من الدواعش راح يعملون جاهدا على اختراق الحدود العراقيه، وبالتالي هنالك من يدعمهم. نعم، يعني حتما هنالك جهات تدعم تنظيمات داعش. و نرجع للمربع الأول، وكأنما السفيرة الأمريكية من قالت إلى أن احتمالية العودة إلى المربع الأول، إحنا نحتمل هذا الموضوع على اعتبار إلا أنه داعش ابتدأ، وخاصة إذا كان هنالك تمويل عالي. شوف، هنا تكمن الخطورة. هذه كلها هي أشياء يعني مسببات لعدم السماح بإنهاء تواجد قوات التحالف على الأرض العراقية. ما دام العراق غير مستقر، هناك مبررات لوجود قوات تحالف على الأرض العراقية على اعتبار أنه العراق غير مستقر أمنيا، غير مستقر أمنيا البلد.
حسب قراءتك سارة، شنو الأسباب اللي تجعل قوات قسد بهذا التوقيت تطلق سراح 1200 من أخطر المجرمين بعفو خاص؟ يعني إحنا ده نتكلم على إنهاء تواجد قوات التحالف في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك هدنة حدثت بين فصائل المقاومة والعراق، وكان تأثيرات دولة القائد العام للقوات المسلحة ودولة رئيس وزراء بأنه التريث في هذا الموضوع، لأنه نريد أن ننهي الموضوع نريد. وهناك يظهر لك يعني تظهر لك خطوات من قسد، اللي هي طبعا يعني قوات قسد هي يعني مرجعيتها أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي راح يعني وكأنما دخلنا بالخطوات من جديد، ونحتاج إلى عمليات مسك حدود عالية جدا، نحتاج إلى كثير من التفاصيل، وهذه كلها هي إحدى الواجبات الرئيسية لقوات التحالف. شوف أستاذ محمد، هذه يعني أي إرهابي يدخل للعراق هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أو مسؤولية قوات التحالف تحديدا. طيب إحنا لمن نحاسب يعني؟ لا، إحنا عندنا الإمكانية العالية في تجهيز العراق بالقدرة العالية، لأنه إحنا لغاية اليوم نحن لدينا نقص في كثير من الصنوف العراقية، وهذا ما صرح به الوفد الزار الولايات المتحدة قبل فترة كلش قريبة برئاسة السيد العباسي وزير الدفاع، ولا هم يعني دي يتعاونون الجانب الآخر اللي هو قوات تحالف برئاسة أمريكا في عمليات مسك الحدود بشكل حقيقي، ولا أنت عندك الإمكانية. وإحنا عندنا ضعف بالجانب الاستخباري، بالجانب الأمني عندنا ضعف يعني في الأجهزة. بموضوع الإمكانيات أعود لك حتى نناقشها بشكل مفصل. أستاذ محمد، أرحب بحضرتك مرة أخرى. اليوم 1200 شخص يتم إطلاق سراحه من المجرمين والإرهابيين، أكو نية لقوات قسد أيضا بالأيام القادمة أنه ستطلق سراح مئات المعتقلين والسجناء. ما هي نوايا قسد في المرحلة المقبلة تحديدا حتى تقدم على هكذا إجراء؟ أستاذ محمد، أنا أتفق مع كل ما تفضل به ضيف الكريم من الاستديو، ولكن دعني أضيف عدة نقاط. النقطة الأولى أنه منذ معركة الباغوث في عام 2018 وانتهاء هذه المعركة واختفاء العديد من قيادات والشخصيات داعش في تلك الفترة التي تم إلقاء القبض عليها وتم إخفائها سواء في مخيم الهول أو في عدد من المخيمات الأخرى، كان يتم الحديث عن توظيف أمريكي وإضافة لما يسمى التحالف عبر قصد لتوظيف هؤلاء في مشروع أمريكي سياسي وعسكري وأمني على حد سواء. على المستوى السياسي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف تحاول تعويم قصد من خلال ادعاء بأن قصد هي التي قامت بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا، هذا على سبيل المثال، وكانت تضغط على الدول الأوروبية تحت ما يسمى إعادة هؤلاء أو محاكمتهم في هذه المنطقة من خلال تقديم الاعتراف السياسي أولا بقصد والمحكمة التي ستقيمها قصد، وكذلك التقديم المساعدات المادية والسياسية والعسكرية لقصد لإبقاء قوتها في المنطقة في حال مواجهة مع الجيش العربي السوري أو مع القوات الروسية أو مع القوات الحليفة لسوريا. هذا من أحد الأهداف التي كانت. النقطة الثانية هي كانت دائما هي توظيف إعادة توظيف هذه الميليشيات الإرهابية من تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات ضمن معسكر التنم، والدليل على ذلك في عام 2020 تم استخدام 400 مدرب بريطاني وأمريكي إلى هذا المعسكر والعمل على تطوير ما سمي بجيش المغاوير في تلك الفترة. حتى بعض الصور أدلت أن كثير من هذه الميليشيا جيش المغاوير تحولت إلى أيضا ما سمي قوات الثورة السورية بين هلالين، كانت قيادات من داعش. يعني كان هناك صور واعترافات حتى من قائد سابق لجيش المغاوير بأن الولايات المتحدة الأمريكية زجت بعديد من هؤلاء. النقطة الثالثة، المشروع الذي طرح قبل بدء عملية طوفان الأقصى، يعني منذ نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 كانت هناك تحركات مريبة على طول الحدود السورية العراقية، وكان الهدف من ذلك هو الزج بكل مقاتلي تنظيم داعش الذين يقدرون اليوم بأكثر من 20,000 مقاتل داخل السجون الأمريكية وقصد، إضافة
لما سمي بأطفال أو بأشبال الخلافة الذين اليوم يترعرعون على فكر إرهابي تحمله الحوامل الأنثوية التي تربي هؤلاء الموجودين في مخيم الهول، وإطلاقهم جميعا على طول الحدود السورية العراقية. بذلك ما الذي تستفيده الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا هي تستنزف القوات السورية العراقية، هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية هي تنفذ مشروع الأمر الواقع من خلال نشر هؤلاء على طول الحدود السورية العراقية وقطع الاتصال والممر البري ما بين سوريا والعراق، وخاصة أن مع نهاية عام 2022 تم التوصل للعديد من الاتفاقات بين سوريا والعراق، بما في ذلك الحدود البرية والتعاون فيما يتعلق بالجمركة وكذلك الإعفاءات. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد الالتفاف على القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي العام الماضي، وعفوا عام 2022، لعدم التزامها بالخروج من العراق، لأن خروجها من العراق هذا يستلزم خروجها من سوريا، لأنه لا توجد قواعد كبرى في سوريا العراق، لأن قواعد الإمداد وكذلك الوصل والمد الجغرافي هي في العراق. وبالتالي انسحابها من العراق هذا سيضطرها من الانسحاب في سوريا، والانسحاب في سوريا بهذا التوقيت هذا يعني تقديم او الاعتراف بدور المحور المعادل للولايات المتحده الامريكيه، سواء كان محور المقاومه او الدور الروسي والصيني. استاذ محمد، ما مبررات قصد ما مبررات قصد لاطلاق سراح هؤلاء؟ وايضا اسالك انه هل ستكون ايضا في قادم الايام اطلاق سراح لوجبات اخرى؟ مبررات قصد في ذلك، اولا من الناحية التوظيفية قصد هي أداة الولايات المتحدة الأمريكية في الأرض، وبالتالي معظم تحركات قصد لا تتم إلا بموافقة وضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا من ناحية. الناحية الثانية ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من تحرك عشائري ضد قصد قد يكون أيضا يعني توظيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقصد ضد العشائر من خلال إطلاق هؤلاء وتوظيفهم في صدام مع العشائر. النقطة الثالثة قد يكون نقول ضمن كل التحليلات ونكون موضوعيين، أن قصد أقدمت على هذه الخطوة دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في ظل استغلال الوضع الأمريكي الداخلي فيما يتعلق بالانتخابات وبخاصة بعد انسحاب بايدن والمعمكة الانتخابية الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية في ملفي غزة وأوكرانيا أكثر من الملف السوري، وبالتالي قد تكون قصد أطلقت هؤلاء للقول بانني انا العامل الوحيد القادر المؤثر في هذه المنطقه لمحاربه هؤلاء، وبالتالي لابد من السماح لي باجراء الانتخابات المحليه التي اجلت من اذار الى اب القادم. يعني قد تكون ايضا هي مجرد مناوره من قصد اما للحصول على دعم من قبل الولايات المتحده الامريكيه او للضغط على الولايات المتحده الامريكيه بعد الانسحاب، لان اليوم في حديث داخل الكونغرس الامريكي بانه ما الفائده من ابقاء القوات الامريكيه في سوريا. هناك بعض التحليلات الامريكيه تتحدث او بعض المصادر المقربه من الاداره الامريكيه الحاليه تتحدث بان الاداره الامريكيه تستعجل اليوم عقد لو اتفاق مؤقت في غزه. نعم. للتوصل الى ثلاث اتفاقات، الاتفاق الاول مع السعوديه لتطبيع العلاقات وبين اسرائيل والسعوديه، والاتفاق الثاني هو مع ايران فيما يتعلق بالعوده الاتفاق النووي، هذا يعطي رصيد للديمقراطيين في مواجهه الجمهوريين، والاتفاق الثالث هو الانسحاب من سوريا والعراق بدريعه انه تم الانتهاء من القضاء على داعش، وهذا تحقق في عهد ترامب في عهد بايدن. وبالتالي هم يحاولون قد تكون قصد احد محاولاتها هي هذه منع الولايات المتحده الامريكيه وقوات التحالف. جيد، اعود لحضرتك استاذ محمد. إن ذهبنا إلى الرؤية البعيدة قد تكون محاولة من قصد لإجبار ترامب للبقاء في سوريا، لأن ترامب في أكثر من مرة في عام 2018 و2017 أعلن أنه يريد الانسحاب من سوريا. جيد أستاذ صفاء، بالنسبة للمعتقلين في هذه السجون الذين تم إطلاق سراحهم من جنسيات مختلفة أغلبهم، يعني هل من المعقول أنه يتم إطلاق سراح شخص من جنسية أخرى داخل سوريا؟ ما من المفروض هو يسلم أو يسفر إلى بلده الأصلي؟ أولا هي قوات سوريا الديمقراطية ليست المسؤولة عن سوريا، يعني هنالك دولة في سوريا، ولكن يعني حسب ما يعني أخبرتك وأخ ضيف الكريم أيضا عادها إلى أنه قسد هي تابعة للولايات المتحدة. نعم. الأمريكية، والمعسكرات اللي خاصة بقسد اللي هي ست معسكرات
كل اللي يبيه بالمعسكرات هم ترى دواعش يعني كلهم أغراض جهات أمنية، ماكو واحد مثلا سرق ودخل معسكرات قسد ولا واحد اعتدى على. إذا هذه سجون لو أماكن تدريب وإعادة تأهيل. والله يعني هي رسميا سجون، وأني التقيت يعني بأكثر من قناة سورية وكان الحديث إلى أنه هي سجون لغرض تأهيل، بس أنت تسجن لي يعني الدواعش اللي أني اللي هم دخلوا وقتلوا وأساءوا واختصبوا وبالتالي تجي تطلق صراحة تسوي له عفو عام يعني وكأنما دا ترجع للمربع الأول دا ترجع، وبعدين أنت وين دا توديه؟ لا هو رجع إلى بلده حتى نقول سلمتهم بلادهم. نعم. طيب هو هذا وين راح يروح؟ هذا حتما راح يلقي له يعني يوصل إلى طريق بحيث يقدر يخترق الحدود العراقية. إحنا شوف أستاذ محمد، هو معسكر الهول أصلا معسكر الهول غير مسيطر عليه كونه قريب من الحدود العراقية، وهناك عمليات حركة بمعسكر الهول دخول وخروج هو بالجانب السوري طبعا مو بالجانب العراقي، ولكن غير مسيطر عليه كليا، وهنالك تدريب لأطفال وإحنا حكينا هذا الموضوع، وتهيئة الأطفال اللي هم بعمر 8 سنوات بعمليات ذبح القطط والكلاب وكيفية إنماء هاي الروح الحاقدة داخل هذا الطفل، وأئمة جوامع معسكر الهول والمعسكرات اللي خاصة بتنظيمات داعش هم من تنظيمات داعش. شلون يتخرج هذا؟ يعني شو تتوقع شو راح يتخرج؟ طبعا يتخرج كله عبارة عن حقد وغيظ. بعدين أنت تجي تطلع تترك بهذا الوقت، إحنا دا نتكلم على وقت حرج، نريد ننهي تواجد قوات الأجنبية على الأرض العراقية باعتبار إلى أنه داعش انتهى، وعلى اعتبار تم تحرير كل الأراضي، وعلى اعتبار إلى أنه لا مبررات لوجود قوات تحالف على الأرض العراقية باستثناء موضوع السلاح، وكانت وفودنا كل الوفود اللي راحت للجانب الأمريكي هي تشير إلى أنه يجب إكمال تجهيز المؤسسة العسكرية العراقية. نتحدث عن حرس الحدود والإمكانيات المتوفرة لدى حرس الحدود، وأيضا هل من الممكن أن يتسلل هؤلاء بسهولة إلى الداخل العراقي؟ يعني هسه إذا بسهولة، شوف أستاذ محمد، إذا بسهولة وإذا بصعوبة، هو راح يتسللون لو ما يتسللون هو حتما أكو طرق غير نيسمية غير مؤشرة على الخريطة حتما راح يخترقها. بعدين أكيد أكو أذرع متعاونة مع داعش بهذا الموضوع، ولا داعش منين تمويله أصلا وغير تمويله خارجي؟ لا اليوم احنا يعني لا على يعني الجهات الأمنية اليوم لما أشوف أكو خطر على الحدود العراقية يعني نقدر نعزز الجهود، نقدر نكثف الإمكانيات، نحن مع المؤسسة العسكرية العراقية، نحن مع قوات الأمن، نحن مع عمليات السيطرة على الحدود. ولكن أنت تتكلم هسه كنا نتكلم، وأني المعلومة اللي عندي راح يخرجون بحدود أكثر من 2000 معتقل داعشي بالإضافة لل 1200، يعني يتجاوز العدد 2000 مع ال 1200. زين. طيب أنت إذا دخل نصهم للعراق هم 1000، هذول كلهم أجانب، ترى هذول مو عراقيين، العراقيين موجودين بالعراق، العراقيين سلموا والآن بالسجون، ولكن أنت تجي تدخل لي أجنبي، كل واحد قائد وكل واحد هو عبارة عن يعني عن كتلة من العمليات الإرهابية اللي تمت إن كان داخل العراق وإن كانت خارج العراق. طيب إحنا يعني شنو دورنا؟ عملية تركيز على الحدود، نعم يعني سيكون هنالك تركيز وتركيز عالي، ولكن أنت ما تقدر تمسك، يعني إذا أنت تركت قطيع من 2000 راس غنم وراح يعبر عليك فد كم واحد، ما يعني هو الموضوع، وكأنما نشعر وكأنما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء تواجد قوات التحالف في الأرض العراقية، لأنه العراق غير مستقر أمنيا، وهذا ما راح يظهر على الساحة. يعني هسه أي عملية تجري إحنا راح نتأكد إلى أنه هنالك تنظيمات داعش ابتدأت بالحركة، وسمعناها بإذاننا من السفيرة الأمريكية إلى أنه داعش لغاية الآن يشكل خطر على العراق. هسه البعض يقول لك تعال أنت تتخوف من 1200 شخص، إذا أنت عن أي جيش تحكي مثلا؟ شنو 1200 يخوف بلد؟ أنا ما قلت أتخوف من 1200، بس إحنا راح نترجع هنالك عمليات إرهابية، وهذا ما حدث خلال يعني إن كان على مستوى محافظة صلاح الدين، كان على مستوى محافظة دياله، حتى على مستوى محافظة كركوك. هو شنو يعني هو إحنا نريد نخلص من هذا الوباء اللي نريد نرجعه ونرجع للمربع الأول. هسه نعم داعش ما راح يقدر يحتل بعد ولا محافظة وأني أضمن لك هذا الموضوع، ولكن عملية عدم الاستقرار الأمني، إشغال الجيش العراقي بهذا الموضوع، عدم وجود أساني، لو عندي أنت تسلمني انطيني أجهزة
استبكان قوية، مراقب كفوءة، أجهزة استطلاع عالية. نعم. طيني زودني بالأجهزة الخاصة بالجانب الاستخباري وأوكي توكل بالله، أني قادر على أن أحل بلدي، ولكن أنت لا تنطيني سلاح، لا أنت تلزم هذا الموضوع بشكل حقيقي وتخليني طبعا رح يخترق داعش. وإذا إن لم يكن هنالك تعاون من بعض الجهات اللي هي تدعي نفسها أنه هي تحمي العراق، أي جهات؟ قوات التحالف، يعني إذا دخلت داعش أو تعاونت بعض من قوات التحالف في إدخال داعش العراق، شنو شريد نقول يعني؟ ويا من نحكي مثلا؟ وإحنا صرنا يعني الآن أصبح العراق هو يعني وكأنما باللعين الموس، أنت تجي لا أنت تعطيني سلاح، لا أنت تحمي أرضي، لا أنت تلزمني، لا أنت ما يصير هذا الكلام، مو معقول. هذه كلها مؤشرات تأكد إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في إنهاء تواجدها وقوات تحالف من العراق. جيد أستاذ محمد، ما مدى تأثير قرارات قوات قسد على الداخل السوري، وخاصة أنه أغلب المطلق سراحهم هم من جنسيات مختلفة؟ يعني هنا يجب أن نميز ما المعني بالداخل السوري، هل سوريا بالكامل؟ يعني أعتقد بأن قسد ليس لديها تأثير على كل الداخل السوري، ولكن لديها تأثير في تنفيذ المشروع الأمريكي على الداخل السوري. معنى آخر، اليوم قصد تحاول أو حاولت خلال الفترة الماضية خلال مباحثات مع الدولة السورية برعاية روسية إلى استخدام عدد من الملفات فيها موضوع النفط والسلة الغذائية وملف الإرهابيين للضغط على الدولة السورية لتكون يعني تقدم نفسها قصد بأنها حكومة موازية وحكومة ثانية لسوريا. هذا الأمر كان يتم رفضه من قبل الدولة السورية، رغم حتى أن بعض الدول العربية يعني في إطار عودة علاقاتها مع سوريا كان يتم تباحث موضوع قصد. كان الرد السوري بأن قصد هي ليست تنفذ مشروع وطني، وان حمل يعني اسم سوريا والديمقراطية الذي أراد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا المصطلح سوريا الديمقراطية محاولة جذب تأييد داخلي سوري لهذه القوات تحت ما يسمى أن هذه القوات والمناطق السيطرة عليها هي مناطق أفضل حالا سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية من مناطق الدولة السورية. ما كان يساعد الأمريكي على ذلك أن الأمريكي كان يقوم بعمليات عسكرية. نعم. تحد من تقدم الجيش العربي السوري في بعض المناطق في محاربة الإرهاب، وما حصل في جبل الثرد بدير الزور عام 2017 هو خير دليل على ذلك. يعني أن يقوم الأمريكي بقصف نقاط للجيش السوري وأن يتحرك داعش بالتزامن مع ذلك لاستهداف نقطة ذاتية، هذا كان مؤشر على التعاون الأمريكي مع داعش بهدف استهداف الداخل السوري. ولكن اليوم هل هذا التأثير اللي قصد هو حتى أنه يشمل كل المناطق التي تسيطر عليها قصد؟ لا أعتقد ذلك، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من العشائر اليوم العربية في تلك المناطق هي ترفض قرارات قصد، وحصلت عدد من حالات الاشتباك، وهناك تخوف حتى لدى الأمريكي وقصد بأن تقوم هذه العشائر. نعم. بانتفاضة ثانية أكبر مما تكون عليه في السابق. هناك تخوف أيضا يعني من قصد بأن اليوم القرارات التي تؤخذ من الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون مجرد مصيدة بالنسبة لقصد، لأنه لا يمكن الوثوق بالأمريكا. وهناك بعض التصريحات حتى من قيادات قصد يعني بطبيعة الحال التي تتحدث اليوم عن عدم اتخاذ الجانب الأمريكي. دعني أضيف نقطة بأن جزء من قرارات قصد هي لا تتخذ في سوريا، يعني تتخذ في جبال القنديل في شمال العراق نظرا لارتباط قصد مع تلك المجموعات الموجودة في تلك المنطقة. وبالمعلومة 22% من قيادات قصد الكبرى هم من جبال القنديل وليسوا سوريين وليسوا ينتمون إلى هذه المنطقة. جيد أستاذ محمد، ما هو الواضح من موقف العشائر من الخطوة الأخيرة التي قامت بها قصد والخطوات ربما التي ستليها في الأيام القادمة؟ يعني أنا أعتقد بأن العشائر هي تنظر بعين الريبة لمثل هذه الخطوة والخطوات السابقة، لأنها قد تكون كما تحدثنا جزء من إطلاق هؤلاء ليكونوا ليقوموا بعمليات. وسأجيب بمنحة أمني لو سمح لي ضيفك قليلا. نعم هؤلاء لن يستطيعوا احتلال المناطق، ولكن اليوم بمجرد القيام بعملية إرهابية واحدة هي عودة الرسائل التي ضخّتها داعش في السابق لإعادة استقطاب الشباب. يعني اليوم 1,000 شخص الذين تم إطلاق سراحهم وربما يتجاوز العدد خلال الفترة القادمة إلى 2003،
اليوم بمجرد أن يتمكنوا من القيام بعملية واحدة، هذه رسالة لاستقطاب المزيد من الشباب ورسالة لجذب ما يسمى بين الهلالين الجهاديين وفق توصيل نعم للانضمام إلى هذه المجموعة. وهذا متوقع جدا، يعني ماذا تتوقع قسد عندما تطلق إرهابيين من جنسيات مختلفة في الداخل السوري؟ هي تتوقع العديد من الأمور. العامل الأول هي عودة انتشار الفوضى والإرهاب، لأن اليوم قصد وجد ضمن هذا المناخ، وهذا المناخ يحقق مكاسب لقصد، سواء كان ذلك في استنزاف الجيش العربي السوري أو في محاولة حتى ربما تكون في الضغط على الجانب الروسي للقبول بمطالب قصد ونقلها إلى الداخل السوري أو لإجبار الأمريكي. وتعني أقول لك أكثر من ذلك، نعم، يعني في الأمس كان هناك زيارة عمل وما بين الرئيس السوري والرئيس الروسي، وكان يتم الحديث عن عودة المخاطر لتصعيد في المنطقة. هل هذا التصعيد هو متعلق فقط بتوسيع دائرة الصراع الذي يقوم به الإسرائيلي؟ لا، أنا أعتقد بأن الدائرة أكبر، لأن الأمريكي قد أيضا يستغل هذا التصعيد لانتشار داعش في المنطقة ولتحقيق أجندات استراتيجية، لأن جزء من الأهداف الاستراتيجية للأمريكي قبل بدء عملية طوفان الأقصى في محاولة لإغلاق الحدود السورية العراقية كان هو عقارة مشروع الحزام والطريق الذي يعني اتخذ من سوريا والعراق ممرا استراتيجيا له باتجاه البحر المتوسط. وبالتالي اليوم توسيع دائرة الصراع على مستوى المنطقة قد يشمل العمل العسكري الإسرائيلي المباشر ضد حزب الله، ضد سوريا، ضد عدد من المناطق الأخرى، ولكن قد يقرأ أيضا في الجانب الآخر بأن هناك من يريد استغلال ذلك لإعادة انتشار التنظيمات الإرهابية ويساهم في ذلك ويوجد المناخات لذلك لاستهداف دعني نقول الدور المركزي للجيش السوري أو الجيش العراقي أو حتى القوات الحليفة للجيش السوري أو حتى قوات الحشد الشعبي المتمركزة على الحدود. ذلك اليوم ليس الهدف احتلال، يعني ليس الهدف نعم. بمعنى إطلاقهم لاحتلال مناطق بقدر تأثير هؤلاء لتغيير في بعض مسارات صنع القرار الأمريكي أو في إجبار بعض دول المنطقة لتقديم التنازلات. نعم جيد. أستاذ صفاء، هل لا نزال نعاني أمنيا من بعض المناطق الرخوة؟ ربما أن استطاع هؤلاء الإرهابيين من العبور إلى الداخل العراقي لا سامح الله أن يتوغلوا أو يدخلوا إلى هذه المناطق ويسيطروا عليها. أستاذ محمد، إحنا يعني خلال الستة أشهر السابقة كنا مطمئنين جدا إلى عدم وجود تنظيمات داعش داخل العراق، ونسبة المتواجدين الأجانب داخل العراق تقل أقل من 5% ممكن، وكان عمليات التفتيش عن تنظيمات داعش اللي هم الخلايا النائمة زائدا الحواضن هذه هم من أبناء العراق الضالين، وإحنا تناقشنا بهذا الموضوع وماكو إشكال عليه. لكن أنت من تجي تدخل لي فد 1000 قائد داعشي من خارج الحدود وأني غير قادر على نسنده، هو يعني حديث الأخ الضيف يعني نبهنا إلى خطورة، إلى أنه يعني نتكلم على جبال قمدين، نتكلم على المناطق اللي هي لها علاقة بالإقليم، نتكلم على المناطق اللي هي إحنا نعتبر غير مسيطرين عليها كمؤسسة عسكرية نعم. عراقية. نعم، هي بياد قوات البيشبرقة والمسؤول عنها المستشار الأمني السيد الياور، ولكن أنا ما عندي ثقة، أنا ما عندي ثقة. من الجيش التركي دخل وماخذ داخل الحدود العراقية فوق 80 كيلومتر، من البككة يشتغل براحته، منا اقتطعوا من محافظة دهوك أكثر من 75% من المحافظة، منا تفتح لي أنت طلع لي داعش وتتركهم وكأنما عفو عام وكأنما أنت صاحب القرار الأول. طبعا التوجيه من أمريكي إلى قوات سوريا الديمقراطية حتما، ولا ما يتخذ هيك قرار بشكل فرادي. لكن انت تجي تتكلم لي انه انا قادر على ان اسيطر على الحدود، هو طبعا هنالك اكيد يعني هنالك غرفه عمليات، هنالك دخلت الحرس الحدود العراقي بالانذار، نعم، ولكن انت تقول لي تسيطر على الحدود ليش؟ واني قبل ما يطلعهم انا كنت مسيطر على كل الحدود كليا، والدليل كانت عمليات كر وفر لتنظيمات داعش من دخول العراق وخروجها بالجانب السوري. انا اعتذر، مضطر اقاطعك، جوازنا على الوقت المخصص للملف الاول. الخبير الامني استاذ صفاء الاحسن، شكرا جزيلا، راح تكون ضيفنا ايضا في الملف الثاني وعبر سكايب من سوريا الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه الاستاذ محمد نادر، شكرا جزيلا لكم.
إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن أنباء وإدعاء اختفاء أكثر من 50,000 باكستاني في العراق وفتح السلطات العراقية التحقيق بهذا الموضوع. راح نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل نتابع. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ صفاء الأحسن، رحب حضرتك مرة أخرى، وأيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش، رحب بحضرتك. الله يسلمك أستاذ مصطفى. ضجة المواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية أيضا بدخول أكثر من 50,000 أو اختفاء أكثر من 50,000 باكستاني في الداخل العراقي. سيدا أريد نحكي عن 50,000، مو خمس نفرات ولا 50 نفر ولا 5,000، 50,000. شلون من الممكن بهذه السهولة أنه فجأة يختفي 50,000 داخل العراق؟ نعم، بدأت حضرتك ورحب بالضيف ورحب بمشاهدي قناتكم الأعزاء. لا، هو احنا ممكن نحكي عن مليون، شنو 50,000؟ هذا رقم بسيط، 50,000. اي مو هاي ال 50,000 مرة واحدة، يعني خلال اسبوع جزء بزيارة واحدة. نعم، لكن احنا نحكي عن مليون من العمالة الأجنبية غير القانونية وغير النظامية اللي موجودة بالداخل. هاي العمالة بها أنواع وأشكال. زين، طبعا هي عندنا خطين اللي هي يدخلون عن طريق الجمهورية الإسلامية، يأتون بعضهم يأتون عبر الزيارات لما تفتح المنافذ وما يطلع، وعندنا خط ثاني اللي هو يجي تهريب، يعني مو أيام الزيارة، يجي عن طريق كردستان، عند طريق سليمانية، وكو طريق محدد، ويجون يدخلون المحافظات، وهذا مستمر وبس بالزيارات. هذا شو ولد عندنا؟ ولد عندنا عماله سلبيه. هذا انت عفوا المقاطعه، هذا عن طريق الشمال من اغلب الجنسيات مو بس باكستانيه. نعم، بس عن طريق الجمهوريه الاسلاميه وثم الى العراق وتهريب، ويجون دوله مستمرين مو بس بالزيارات، يعني عمليه مستمره. زين، هذول شكلوا عندنا اقل التقديرات مليون، المسجل منهم في وزاره العمل قرابه 50,000، يعني ما يعتبرون هذا الرقم، ما يعدون هذا الرقم من 50,000، اعتقد 75 بالزايد اذا ردنا ناخذ الفئات الاخرى. زين، عندك نوع، هذا النوع اخر مسجل لكن هم غير قانوني او غير يعني معلم، اللي هو شركات النفط. هم عندها اعتقد اقل شيء 250,000. زين، فهنا نتحدث اذا عن اكثر من مليون، لكن خلينا نقول التقديرات مليون. هذول شنو مشاكلهم الاقتصاديه؟ اولا احنا عندنا 10 مليون قاعدين بالبيت. زين، بدنا نطلع منهم 3 إلى 5 رعاية اجتماعية على أمل أنه يلقى له عمل باكر عقب، وخمسة حايرين بيهم الثانيين. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، هذول طبيعة حياتهم، طبيعة العمل مالتهم، إذا راحوا لأمريكا، هذا المواطن الأمريكي المشهور بالعمل، إذا راحوا يقعدوه. ليش؟ لأن هذا أولاً يشتغلون طبيعة حياتهم أي وظيفة أي عمل بشفتات أبلش 4 شفتات عادي. المبلغ التطهياء من 400 دولار ل 500 دولار، هذا مبلغ كل شيء هواي عنده ببلده. 300 دولار ودي يقبلون. نعم، 300 دولار، 400 500، كل شيء هواي عنده ببلده. هنا بالعراق لو يكفي له ما يكفي. زين، ثلاثة، ثقافته بالصرف ضعيفة جدا، يعني ما تقريبا بالشهر ما يصرف 50 75 دولار. زين، أربعة، حقيقة هذا النموذج يعني مو دائم، يعني هو يحاول يكرس أخته إلى سنتين إلى أربعة ويجمع مبلغ ويرجع، فهذا عكس الشخص الطبيعي اللي يحاول يعيش حياة طبيعية. فهذا النموذج إذا وديته لأي دولة، أقوى دولة بالعالم، راح يسقط العمل التحت، يعني نسمي البنية التحتية للعمل الصغيرة، راح تسقط أمام بديهم. ليش؟ ثقافتهم أكثر قابلية للعمل، فأي رب عمل يقبلهم. إيه، وإحنا جاي نحكي على بلد لا بصناعة، زراعته ضعيفة، اقتصاده متدمر، وتجيب مليون شخص أجنبي وتدخله وتخليهم بسوق العراق. مو ما جايبيهم، هي فالت الوضعية. احنا ما عندنا سيطرة على عملية المسافرين، خصوصا عن طريق الشمال، وكذلك الزيارات الضخمة.
فاحنا بالعراق اللي مسجلين 41,000، بال 2021 بالحاح من الاقتصاديين حطوا بند بالموازنه 2021 انه اللي يجيب واحد رسمي 1.5 مليون حتى شوي يصير مكلف عليه. نعم. زين قاموا نهائيا ما يجيبوا الرسمي، بس احنا عشان متوقعين راح يوقفون الشغله، صارت كلها تهريب النوبه، فكانت المسجلين اكثر لغوا النوبه هاي الحاله. فبالنتيجه احنا بحاجه الى اولا ان احنا نضع مبلغ عليهم، مو على شو اسمه، اذا الواحد لقف عنده واحد مثلا من ذول هؤلاء وغير مسجل رسمي يكون اقل شيء 2000 دولار، هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين نحتاج ان احنا يصير عندنا استخبارات العمل، مو بس راجديات واسباب، استخبارات العمل يعني استخبارات شوف العمل وضعيته شنو، هذول من يشتغل عندك، ارقامه جرد بسيط جدا ممكن تعرف كل زين. رقم ثلاثة الخليج عانى من هاي المشكله، سووا خليج عربي. نعم. فتحوا الباب الى عماله اقل سلبيه، يعني هسه اذا الخليج تروح ما تلقى غير فيتناميين جنسيات محدده. نعم. ليش هذول عماله؟ هذول شويه راتبهم شنو اعلى، حالتهم الاجتماعيه يصرف اكثر، واسلام يعني يتقبل المجتمع. فالخليج عانى سنين من هذا الموضوع، لهم دراسات حول هاي العماله، فراحوا الى انه يفتحون الباب الى نوع محدد من العماله ومسموح بحد معين، وتعاملوا بهاي نجحوا نوعا ما بالتخفيف من عده وبتسجيله. بالنتيجه احنا على هاي الفوضى ذاهبين الى انه سوق العمل يذهب الى عمليات اسوء. خلي ناخذها من الجانب الامني استاذ صفاء، 50,000 شخص باسبوع واحد او 10 ايام يختفون بالمحافظات العراقيه، هاي كارثه. زين احنا اذا باسبوع واحد 50,000، يعني بسنه ايش قد يصير العدد؟ استاذ محمد تشو يعني كلش مستغرب من الرقم 50,000، سوى استاذ ضيفك الكريم قال 1,000,000. اي ذول ال 50,000 لو ما يدرون باللي قبلهم قاعد هنا وعايش بنعيم ما يجي. احنا نتكلم على 2,000,000 اجنبي داخل العراق، هسه بغض النظر عن هذا بموافقه وهذا ما بموافقه، اذا احنا نتكلم على 2,000,000 عدد الباكستان داخل العراق بما فيهم اللي هم يعني ما مسجلين رسميا، يقدرون بحدود حوالي 600,000 عامل باكستاني. فال50,000 بالنسبه لل600,000 رقم كلش بسيط. هذه وحده. النقطه الاهم من هذا الى انه كما قال ضيفك الكريم، يعني هو ده يقبل يشتغل 250 دولار واكو ناس بيهم توكلوا وتشربوا وتنيموا وتعطي 200 دولار وهو الممنون، لانه هو ده يرجع لهناك، وانا شفتهم يعني واعرفهم شخصيا، يعني يرجع لهناك يشتري له مزرعه ويشتري له بيت ويقول في مال لا وراح اروح ويروح على اساس بعد ما يرجع ورا شهرين يجينا، ورا شهرين لانه يشوف مصدر رزق كبير بالنسبة له، وهو قادر أن يشتغل كل شيء وما عنده شيء مشكلة بهذا الموضوع. لكن احنا نتخوف من المشاكل. شوف انت تدريش قد اكو نسبة كبيرة منهم يعملون تجار بالموضوع الارهاب، الى حد اليوم كان عملية مسك، الى حد اليوم اتكلم خلال ال 24 ساعة سابقة هنالك عصابة مسكت في البصرة التاجر بالاعضاء، الى حد اليوم اكو عصابات من باكستان هم يتاجرون بالحشيشة والكوكايين والمواد المخدرة. انا اسالك كخبير امني، شلون تفسر ليها هاي 2,000,000 شخص اجنبي داخل العراق يشتغلون وياخذون راتب ويطلعون العملة واحنا ما ندري بيهم وداخلين بطريق غير رسمي ويعتبرون مخالفين ومطلوبين للقانون؟ هسه الطرق اللي حكاها ضيفك الكريم طبعا عوف يعني للطرق سليمة. دخلوا ووصلوا، بالتالي شلون تتعامل ويا هذا الملف؟ تعوفه؟ تتعامل يا انت تطب على مكانات، يعني اولا هسه كل مكتب بالعراق بيها بنقال، كل شركه بالعراق بيها بنقال، كل مجمع سكني يشتغلون بيه بنقال، كل خدماته بنقال، يعني احنا دا نتكلم على شيء يخدم العراق، وهذا اللي يفرح الناس لانه ينطي رواتب قليله. احكي لك فد قصه، يعني احد اقاربي هاي حكيتها سبق وحكيتها، احد اقاربي جاره دق بابه قال له انت زارع بالحديقه الخارجيه هذه خشخاش، قال له شنو خشخاش؟ قال له خشخاش هذا حشيشه، هاي مخدرات، هي تطلع ورده حمراء الخشخاش، انا ما شايفها حقيقه ما اعرف. اثاري هذا البنغالي ذولا كلهم يجيبون حب وياهم، هو ده يشتغل فلاح، حب مال خشخاش، حب مال زرع خشخاش، فهو يزرع له بالحديقه خشخاش، وهذا ايش ما ادري صاحب من العراق يعني اصلا ما يعرف، لانه هاي بيها ورد احمر وتطلع ورده حمراء. شوف اذا هو جاي اصلا مهيئ ذهنيا انه جاي حتى يتعامل، حتى يشتغل، حتى يسيء الى ذاك البلد، هو ما يهمه
هسه انا حكيت لك اليوم عصابه مسكوه اي مو اني اني اقول انا اقول ليش ماكو ملاحقه سيطات. ملاحقه للداخل بطريقه غير قانونيه، ليش نبقى متحملين ندفع ال 2001 اجنبي داخل انت العراق؟ انت تعرف الى انه السيد وزير الداخليه التقى بالسفير باكستاني وهذه على اثرها لانه قال له شرط ان تكون هنالك محددات، ووعدنا وعدونا الباكستانيين نعم. الى انه سيتم حصر هذا الموضوع وسيتم التضييق عليه، ولكن شنو الفائده؟ انت النجف هسه تدخل النجف اكو احياء، احياء كامله يعني انا مستعد اوديك واقول لك اياها كلها باكستانيين، ليش؟ لان هم يدخلون وكانما دورات دينيه او يدخل في مجال الدراسه الحوزويه، وهذه فد مصدر رزق بالنسبه له، قاعد ببيته ياكل ويشرب وينام، وبيهم ناس استقروا وصار لهم سنين طويله. زين انت منين تلزمهم؟ يعني تلزمهم بالجانب الامني هم خطرين، تلزمهم بجانب داعش خطرين، تلزمهم باي كل الجوانب هم يشكلون خطوره، زائدا نحن غير قادرين على ان نمسك هكذا ملف. هسه قال الاستاذ الى انه 75 الف واحد مسيطر عليه، زين انا اتكلم على 600 الف واحد. زين اذا تسمح لي استاذ مصطفى، خلي نفترض انه دخلوا فيزا سياحيه ودخلوا للزياره وزاره وكملوا، بالتالي لما تسللوا وراحوا يشتغلون باماكن، دول شلون يمارسون حياتهم اليوميه، طبيعه حياتهم؟ اذا يطلع المفروض يعني يمر على سيطره غيرها، لو اكو تستر عليهم يعني بمكانات؟ لا، هم اكو اتفاقيات مع مكاتب تشغيل اعمال هنا بالعراق، يعني عن طريق يعني ويعرف من جاي، شلون قال الاستاذ مو جاي عن فراغ، يعرف اكو من يشغله، فيجي سيجي تهريب، يجي زياره، يجي غيره، بعد ذلك يكسر الفيزا وهو الدخول اصلا غير رسمي، يتصل بهاي المكاتب، هاي المكاتب توجهه. زين هم جزء كبير من اعمالهم هي اعمال غير ظاهريه، يعني في البيوت، في المزارع، في الاسواق، في بعض الاحيان بعض المتاجر المركونه غير واضحه يعني. فالقوات الامنيه حقيقه تسوي حملات لكن ضعيفه، حملات تحتاج جهود. احنا ممكن نقدم لهم حل مالي نحلها اساسا. نعم. بس احنا ضد القسوه، يعني امانه احنا ضد القسوه نهائيا، بس احنا ممكن عندنا حلول ماليه، هم كل شهر يصير اكو يذهبون الى مكاتب الصرف او الحوالات على مود يحولون لهم فلوس. سبب الحواله هو عمل. يعني هو اصلا التحويل يذهب الى بنغلاديش، يذهب الى هذه الدول شرق اسيا. ببساطه شديده ممكن ان يصير التحويل فقط عن طريق الرسمي. يعني انا عندي مثلا واحد معدوم اريد احول له، يقول لي وين عقده؟ ببساطه شديده. هذا يصير بس اللي المنصر. بس اللي عنده موافقات دخول رسمي تصعب عمليه حوالتهم. هم يروح الصديقه، هم يروح الصديقه عنده موافقه يخليه يحول له وبعدين صديق. لا، ما هو اكو سقف للتحويل. خلي استاذ صفا عنده التزام. خليني اسمع له. الوستر يونيون يحولهم. ها؟ الوستر يونيون يحولهم. خلي شرط انه عنده عقد رسمي. يعني الوستر يونيون مو مسيطر عليه عراقيا، لانه لا من عندنا الحواتف دي، يعني احنا نقدر نمنعها الا اكو شروط محدده. اكو جواب محدد، فممكن هاي العمليه، بس هاي العمليه تكون ما تضغط على السوق الموازي. خلي اشكر من استاذ صفا حتى نسولف براحتنا. استاذ صفا الاحسن الخبير الامني، شكرا جزيلا لحضورك اليوم. شكرا لحضرتك، تقدر تلحق على التزامك الثاني. استاذ مصطفى، اكو رساله وصلت انه اكو شخص يقول اكو حادثه صارت ويا انه شخص بنغالي لزموه مخالف لشروط الاقامه والسفر هنا داخل العراق، وبالتالي تم ترحيله. يقول انا ادري بالقصه ومتابع انه راح خلص من السجن وترحل، يقول بعد شهرين شفته بنفس المكان اللي كان يشتغل به راجع للعراق. نعم. فمن ساله شلون؟ قال له والله رتبتها ودخلت تهريب ورجعت اشتغل بنفس المكان. معقوله اكو هيك شيء يصير؟ بس خطوط مفتوحه التهريب يوميه عن طريق الشمال، تاتي عن طريق ممرات خاصه، عشرات لا بالمئات العاملين من هاي الجنسيات تدخل يوميا. شلون يدخلون؟ اقول لك انا عراقي وجنسيتي وجوازي بجيبي، من اريد ادخل للشمال توقف بسرعه ويدققون وصورتك. هذا حيطلع من الشمال، مو حيدخل للشمال، اكو فرق. شلون دخل للشمال؟ اكو في الطريقه محدده بالنسبه لكردستان، فاتحه 21 منفذ غير رسمي. اها. اللي عجبك. دجاج، بيض، عبو، يرجعوا اللي عجبك يدزولك، واحنا مو مسيطرين على منافذنا. مجاملة غير في محلها، كان إلغاء سيطرة الصفرة، سيطرة فاسدة، لكن كان المفروض أحولها الإلكترونية، كاميرات ومدري شنو، وهاي أنا اللي يجيني من كردستان، تعال وين أوراقك؟ تعال شنو وضعك؟ عوف الشغلة تايهة، هذا اليوم احنا ندفع ثمن هذا الموقف. فبالنتيجة احنا داخليا ممكن نوقف الحوالات عليهم، بس كله يكون اكو ضغط، يعني يكون القوات الأمنية ساعدنا بعملية الكف من أعدادهم، مو احنا نوقف الحوالات من ناية ويسوون ضغط على السوق الموازي النوبة، من خول هذول أعداد طبعا أكثر من مليون.
تقدر وزاره العمل تسوي اليات حقيقه يعني اللي ينكمش عنده بنغلاديش او باكستان غير رسمي ممكن يدفع غرامه ولا اتابع هذه المكاتب اللي تسهل عملهم وتشغلهم بالضبط ممكن متابعه عملهم ما ممكن عن طريق الوسيط يلا يقدر زين اضافه الى ذلك ذولا اغلبهم ممكن يحمل احنا لازم نثقف المواطن كذلك هذا غير رسمي يعني ما مسوي له فحوصات الطبيه ما مسوي له لاي هذا ممكن حقيقه يحامل امراض حامل فيروسات فحقيقة أنا أدفع المواطنين لا يغرك العمل اللي قدمه وهو لا عنده فحوصات طبية لا عنده بوصلة تأمين على حياته لا عنده موافقات أمنية هذا بلوى بالنسبة إليك فبالنتيجة يقول لك أكو ثقافة أكو بعض الأعمال هسه مثلا بنشرش يقول لك أنا بنشرش إيش عندي يعني أجيبه أخليه بالمحل يشتغل وش يأثر عليه خلي حامل أمراض غيره بالتالي إذا يفرق لي بالسعر فد 200 دولار بالشهر خلي ايش ما يعدي اذا بيحامل فيروس مثلا ما يفكرون ايش زين احنا ليش مثلا ما نقول لكم متابعات من قبل كل منطقه فالدوريات مستمره لهذه المحلات الغيره اي عامل اشوفه تعال تو الموافقه مالتك صعبه هاي يعني الامن ما يقدر يتحرك بداخل المدن مثل بحركه تخيل حضرتك يقدر يروح على محل واضح لكن بيوت وشركات وهاي تعال طب تفتش عليه اشخاص هاي غير مقبوله زين باختصار تحدث لي عن اثار هذا الموضوع الاقتصادي وتاثيره على نسب الشباب العاطلين عن العمل اللي قال احنا عندنا قطاع كان يشتغل ب 300,000 250 قطاع المطاعم هسه 50% 60% قعدوا كله يشتغلون بنغال وباكستانيين بيه عندنا قطاع كان الخدمه قطاع الخدمات هاي الخدمه اللي بالبيوت هاي كثير حقيقه كان يشتغلون من النساء من هاي يقدمون الخدمه صح مو بهذا المستوى هاي اللغت عندنا قطاعات كذلك اللي هي الاسواق عامل اسواق عامل فرن بدت هاي الاعداد الهائله تجي تاخذ يعني انا حقيقه الافران القريبه من عندي اثنين بنغلاديش بيهم قبال بيتي زين فبالنتيجه بدت القطاعات الشاب العراقي واقعا شاب العراقي 10,000 دينار وال 12,000 دينار هي 300,000 400,000 بالشهر لو تكفي لو ما تكفي فما مهتم بهذه المبالغ يقول لك هاي مو حياتها هاي اصلا مو ايد من 25 وتصاعد فهؤلاء بداوا يملؤون فراغ الدوله اقتصاديا ما منتبهه دولة صاروا هسه عبروا المليون اكثر من هيك ارقام وطبعا امام 10 مليون قاعدين بالبيوت الدول اذا شافت شبابها ما مقتنع بالعمل ما ادري شنو مو تجيب بنغلاديش وتجيب ما ادري شنو تحاول تعالج الموقف زعس يعني تسوي له فد حاله معينه صعد سقف الاجور فبالنتيجه هذا مرض اقتصادي بالنسبه لنا هذا اليوم هاي الاعداد الهائله مرض اقتصادي نحتاج الى معالجه امنيه معالجه ماليه احتاج الى انه اعالجهم اكو حاله اللي هم السوريين عددهم بالعراق اعتقد تجاوز ال 150,000 هسه السوريين اكو حاله خاصه بهم انت تعرف سوريا دوله جاره ولها موقف مع العراق في سنوات حقيقه عجاف فاحنا السوريين لا يعني ما نقبل انه شو اسمه سوريا الى ان تستقر سوريا ماكو مانع انه يشاركنا خبزتنا مثل ما هو شاركنا في اليوم لكن هاي الاعداد الكبيره من بنغلاديش وباكستان وغيرها لا يجب ايقافها جي الخبير الاقتصادي استاذ مصطفى حنتوش اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات شكرا جزيلا لحضرتك اذا مشاهدينا خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول تعديل قانون الاحوال الشخصيه نتابع ختاما بموجز الأخبار
وزير الداخلية يوجه بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بقضايا المخدرات. الأمن الوطني يضبط 200,000 حبة مخدرة ويفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات في بغداد. مديرية الاستخبارات والأمن تعلن الإطاحة بإرهابي خطير وتاجر مخدرات في بغداد. النزاهة تضبط منتحل صفة طلب 25 مليون دينار لغلق قضية أحد المتهمين بالمخدرات. وزارة الإعمار تؤكد بأن فتح التقديم الجديد على قروض صندوق الإسكان مرهون بتوفر السيولة. حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.